السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. معنا هنا 1984 بيوك بارك أفنيو، سيارة بارك الرحمن، من السيارات الجميلة، فتحة سقف، مقاعد أو سيات جلد، السقف أو التندة جلد، ألوانها جميلة. سيارة بارك الرحمن بحالة نظيفة، فيها بعض الملاحظات البسيطة بحكم العمر، لكن سيارة بارك الرحمن تعتبر من السيارات الجميلة والنظيفة. الصبغ الخارجي عليه بعض الملاحظات البسيطة، الآن نشوف الداخلية ونشوف الممشى ونستكشف السيارة. مثل ما ذكرت، فتحة سقف، التندة والسقف جلد، الدركسون والسكان أو الطار عليها شريط خشبي يعطيها منظر جمالي تبارك الرحمن. الممشى، السيارة ماشية 28,981 تقريبا. طبعا ملاحظة، الممشى قد أنها تكون 128,000 وكسور، لأن السيارة هذه العداد حقها يوصل 99,999 بعدين افتر من جديد، ف لابد من ذكر الشيء هذا. أعتقد أنها ماشية 128,900 وكسور. فيها سنتر لاك، النوافذ أو الجامات تحكم كهربائي، المقاعد أو الأسيات الأمامية تحكم كهربائي، مقاعد جلد، هنا في ولاعة في الجهة الخلفية، ننتقل الآن للجهة الأخرى. نفس الشيء هنا، الأسيات أو المقاعد تحكم كهربائي، الجلد مثل ما نشوف، المقاعد ما شاء الله تبارك الرحمن بحالة جدا جدا ممتازة، ما هي مستهلكة، يعني حتى مرتبة السائق العادة تكون المنطقة هذه مشحبة ومتقطعة من كثرة الاستهلاك، لكن هذه تبارك الرحمن جديدة، وهذه حقت الوكالة طبعا. سيب حقها، هنا حق الصيانة أو الاستعارة، يشوف الشنطة أو الدبة. طبعا برضو لها زر داخلي في الجلوف بوكس أو في الدرج، مثل ما نعرف شنطة البيوك أو دبة البيوك فيها الشفط. نفتح الكبوت أو البونيت ونشوف المحركات. طبعا السيارة 8 سلندر 5.0، ماكينة 5.0، مكيف، البطارية جديدة توها تركبت اليوم،
والآن نقول بسم الله ناخذ جولة قيادة. سيارة تبارك الرحمن عضلاتها وأمورها طيبة.